الهجوم الإرهابي الذي وقع في يوم 16 يناير في منبج بشمال شرق سوريا والذي كان فيه 4 جنود أمريكيين من بين 20 الذين فقدوا حياتهم قد يكون مجرد أحد الأحداث الغير متوقعة المرتبطة بقرار ترامب. من الصعب معرفة ما تم تحريكه في الوضع المعقد في سوريا، لكن من المحتمل أن يؤدي الهجوم إلى عواقب ستضيف إلى الأحداث المثيرة غير المتوقعة. يبدو أن القرار الأمريكي المتخذ من قبل الرئيس دونالد ترامب بما يتعلق بجزئية سحب قوات بلاده من سوريا والتي أثلجت صدر رئيس النظام التركي أردوغان باتت تأخذ منحا آخر، حيث يعني الانسحاب الأمريكي للجانب الأمريكي التخلي عن دور رئيسي في تحديد مستقبل سوريا. إنه يعادل إعلان أن عملية جنيف التي تدعمها الأمم المتحدة لاغية وباطلة ويترك مجالا أوسع أمام روسيا وإيران. بعد فترة وجيزة من إعلان ترامب المذهل للانسحاب الأمريكي، فإنه على الرغم من رد فعل أنقرة المبتهج لن يخرج أردوغان رابحا. كان هناك الكثير من التذبذب في واشنطن منذ ذلك الحين، ثمة مؤشرات واضحة على أن أنقرة أصبحت خاضعة لضغط دبلوماسي أكثر من أي وقت مضى، وعلى أن لديها مساحة أقل للمناورة بين الأطراف الرئيسة في المسرح السوري. وتركز الكثير من الحديث في تركيا على ما يسمى بمنطقة آمنة، وهو شريط على طول الحدود السورية التركية، وقال أردوغان إن ترامب أعطى تركيا الضوء الأخضر لإقامة منطقة آمنة طولها يربو على 500 كيلومتر وعرضها 32 كيلومترا. المنطقة المشار إليها باسم شرق الفرات منطقة شاسعة بعمل الحسابات، يتضح من التصريحات الأمريكية والتركية أن لديهم فهما مختلفا تماما لما ستكون عليه هذه المنطقة. في البداية كان أردوغان يتحدث عن بناء المنازل في المنطقة الآمنة بتمويل من الولايات المتحدة. ربما وجد الأمريكيون الفكرة مثيرة للضحك لدرجة أنه لم يتلقى أي رد فعل من ترامب أو مساعديه. ويؤكد مراقبون أن الولايات المتحدة تريد تأمين وجود حلفائها في شمال شرق سوريا وإقامة منطقة حظر جوي من خلال الأمم المتحدة، فيما ستظل المنطقة الآمنة حقيقة لفظية، كما أن الخبراء يتفقون على أنها تتطلب على أي حال قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي مواجهة هذه الحقيقة يرى أردوغان أن موسكو هي أمله الوحيد، لكنه قد لا يحصل على أي شيء يساعده في خططه بشأن سوريا، كما أن صبر روسيا بدأ ينفذ وستتحدث بحزم إزاء ما تعتبره عدم القدرة التركية أو عدم الرغبة في إدلب، ويضيف أن الجهاديين يتقدمون هناك بدلا من أن تنزع أنقرة سلاحهم. ولتسليط الضوء أكثر مشاهدين على آخر المستجدات حول فكرة طرح موضوع المنطقة الآمنة، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي مجددا من واشنطن الأستاذ محمد عويس محلل سياسي. أجدد لك التحية أستاذ محمد، وأرحب أيضا بضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر محلل سياسي. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ حسين يسعد لي مساك، خليني بلش من عندك. يسعد مساكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يبدو في تصريحات جديدة بما يتعلق بموضوع المنطقة الآمنة. أول شيء لما تم التصريح أردوغان كان مبسوط بالفكرة، بس مبارحة كان في تصريح لافت أنه لن نسمح لأن يصبح المكان مستنقع للإرهاب وإلى آخره من هذا الكلام. برأيكم هذه التصريحات هل هي نابعة من يقين مطلق بإنشاء منطقة آمنة، أم كما أشرنا بالتقرير بأنها مسألة عالقة ومبهمة وقد يكون كما يقال في لسه موضوع ما انطرح أو عم يتم تحضيره أستاذ حسين؟ نعم، يعني باعتقادي الموضوع ما زال مبكرا الحديث حتى عن ماذا يتضمن هذه الفكرة بالأحرى. يعني المنطقة الآمنة التي طرحها ترامب أو المنطقة العازلة أو إلى ما يعني سموها ما شئتم كان بخلال تويتر كتبه وانتهى الموضوع بالنسبة لترامب. لكن أردوغان أراد أن يستفيد من هذا الحديث وأراد أن يحور ما بدأه ترامب لصالح تركيا ولصالح أجنداتها التي كان يعمل والتي يعمل لها منذ 8 سنوات في سوريا، وخاصة في موضوع احتلاله لشمال وشمال شرق سوريا بالكامل. وقد استطاع من خلال روسيا أن يحقق بعض النتائج في ذلك، لكن عن طريق الأمريكيين حتى الآن بالرغم من سكوت الأمريكي بعفرين ومناطق احتلاله لمنبج لجرابلس وأعزاز والباب، لكن الأمريكيين حتى الآن لم يعطوا أي إشارة
تؤدي إلى فهمهم أو فهمنا لموضوع المنطقة الآمنة التي يطرحونها. ولذلك أردوغان كل يوم يتحدث عن هذه المنطقة بالشكل الذي يرتئي أو بالشكل الذي تصله المعلومات من خلال الوسطاء أو من خلال سفارته في الولايات المتحدة أو من خلال تليفوناته مع ترامب وغيره من الوزراء، يعني وزرائه مع وزراء الأمريكيين. أعتقد أن المنطقة الآمنة ما زالت مبهمة تماما كما نوهتم في تقريركم إليه. هذه المنطقة من الممكن أن لا تحصل أبدا، لأن المنطقة بالأساس هي منطقة آمنة. شمال طيب. شرق سوريا هي خليني. آمن منطقة نعم. في سوريا حاليا. طيب أستاذ نعم. محمد، يبدو بدنا منك تعقيب على هاي الجزئية، أو كمان بعد ما تعقب بتطرح عليك سؤال موضوع. الآن لغاية هذه اللحظة أمريكا لم تقدم شيء فعلي حول منطقة أو المنطقة الآمنة. برأيكم لو أعلنت بالفعل أنه هناك نوايا حقيقية ويتم تباحث موضوع المنطقة الآمنة، برأيكم أليس للروس القدرة على وأد هذا المشروع أستاذ محمد؟ منذ 2012 والجميع يتكلم عن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، لحد الآن لم تحدث، وأنا برأيي لن تحدث بسبب كثرة يعني من عصابات إرهابية إلى دول، إلى عصابات إرهابية تابعة لدول، إلى دول عظمى تتدخل في المنطقة. ولحد الآن أنا برأيي في ظل هذه الفوضى لن يكون هناك أي منطقة آمنة. من الممكن أن تستطيع تركيا، الحكومة التركية، أن تحصل من روسيا ضغط على نظام بشار الأسد أن تكون المنطقة منزوعة السلاح الثقيل، وأن تدخل إليها القوات السورية لتعيد السيطرة الحكومية على هذه المناطق. ولكن أنا برأيي لن يكون هناك أي مكان لأي منظمة مسلحة، إن كانت قسد أو جبهة تحرير الشام أو ما يسمى هم بالأصل القاعدة التي أصبحت النصرة والآن هم بمسمى آخر ولكن ما زالوا نفسهم، وحتى وجود قوات أو عصابات حزب الله الإرهابية المتواجدة هناك والإيرانيون، لابد إلا أن يصلوا هؤلاء إلى اتفاق، أنا برأيي بمعزل عن الأمريكيين، لأن أمريكا تخلت عن المنطقة وتخلت عن أصدقائها بالمنطقة، وأنا أعني أصدقائها قسد والحكومة العراقية والحكومة التركية كذلك. فلذلك لحد الآن أنا برأيي نتجه نحو تصعيد أكثر وتبادلات أكثر وتدخل على مستوى عالي بين تركيا وروسيا من أجل إيجاد حل يرضي تركيا في منطقة شمال سوريا. أما ما ورد في تقريركم أنه 32 كيلومتر على مدى 500 كيلومتر، لا، هو كان الكلام عن 10 كيلومتر إلى 32 كيلومتر، المناطق التي بها تجمعات سكانية والتي تشكل خطرا على الحدود التركية بسبب وجود حزب العمال الكردستاني إن كان في سوريا أو في جبال قنديل وفي المناطق العراقية المحادية للحدود التركية. طيب أستاذ حسين، بدي منك تعقيب على ما تفضل به بدقيقة، لأنه الأستاذ محمد موعده محدد معنا، كنت حابب أنه يكفي معنا الحلقة للأخير. نعم تفضل أستاذ حسين. نعم، أعتقد بأن تركيا لن تستطيع الحصول على شيء من روسيا. روسيا استطاعت أن يعني تفرض وتعطي لتركيا ما وصلت إلى النهاية. يعني ماذا ستعطي روسيا لتركيا؟ مقابل ماذا ستعطي؟ ليس هناك أي مقابل. إدلب الآن بيد القاعدة، إدلب جبهة النصرة، السيل الجنوبي مقابل الغاز، مقابل أنبوب الغاز، تركيا مضطرة أن تسكت. هذه أستاذ محمد، هذه الاتفاقيات وقعتها تركيا ولن تستطيع أن تتراجع عن الاتفاقيات هذه. يعني الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقية صواريخ S-400 إلى آخره، تركيا إذا انسحبت من هذه الاتفاقيات ستخسر عشرات المليارات. لذلك تركيا ليس باستطاعتها الانسحاب. تركيا الآن رسنها في يد بوتين، رسنها في يد تركيا أكثر مما هي بيد أمريكا أو غيرها. لذلك تحاول تركيا أن لا تتوافق مع أمريكا في سبيل
أن لا تخسر ما قد تكسبه من روسيا أو ما كسبته. لن تكسب بعد الآن شيئا من روسيا. طيب نعم أستاذ حسين بدي أختم مع أستاذ محمد. ما تفضلت به باحترام. نعم تفضل أستاذ محمد. بدي يعني في هاي النقطة بالتحديد يبدو بأن تركيا في نهاية المطاف لن تجد جنبها لا تركيا لا روسيا ولا الولايات المتحدة. حتى ماكورغ يقول بأن تركيا ليست شريكا جيدا لموضوع المنطقة العازلة أو أي ملف آخر في سوريا. أستاذ محمد أختلف مع ما تفضل به الأستاذ حسين بكل احترام ولكن أختلف معه. أما بالنسبة لما قاله ماكورغ ماكورغ أصبح مواطن عادي وليس له أي قيمة في داخل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية قائد الجيش الأمريكي هو دونالد ترامب وهو ما يقوله سيحصل. هو قال أنه سينسحب من شرق الفرات وبدأ بالانسحاب. حتى لو قامت الدنيا ولم تقعد في شرق الفرات ترامب سيخرج لأنه مقبل على انتخابات رئاسية سنة 2020 السنة القادمة وهو غير مستعد لأن يتورط لا من أجل العرب ولا الكرد ولا الأتراك ولا أي شخص في المنطقة. الموضوع الآن وأنا برأيي الدولتان الوحيدتان في المنطقة القائمتان والقويتان هم روسيا وتركيا. تركيا مدعومة من الناتو إذا يعني إذا تطلب الأمر الناتو سيكون معها. وبنفس الوقت روسيا هي صاحبة العصمة في هذه التركيبة. وأنا برأيي الرئيس التركي مستعد أن يتنازل عن أمور كثيرة من أجل حماية تركيا والمناطق التركية حتى لو سمح للروس بالتواجد على حدوده مع سوريا على طول 500 كيلومتر. خليني أشكرك ضيفي من واشنطن الأستاذ محمد عويس محلل سياسي أثريت الحلقة بمشاركتك معنا. أستاذ حسين بالعودة إليك يعني في جل ما تفضل به الأستاذ محمد يعني نقاط كثيرة ولكن خلينا نطرح عليك سؤال بما يتعلق بموضوع الدور الروسي بالتحديد. هناك وفد أو وفد من مسد موجود في موسكو وأردوغان سيصلها غدا حسب ما ذكرت تقارير ومعلومات إعلامية حول هذه الجزئية. برأيكم هل بالفعل الآن مستقبل شمال شرق سوريا بات على صفيح ساخن أكثر من ذي قبل؟ موضوع الوقت وموضوع الآن إعلان الانسحاب القوات الأمريكية موضوع وعيد تنظيم داعش الإرهابي من خلال إطلاق تصريحات بأنه سيستهدف بشكل أكبر القوات الموجودة في هذه المنطقة وعلى رأسها القوات الأمريكية. أستاذ حسين. نعم يجب أن نعلم أو ندرك تماما أن شمال شرق سوريا هي جزء من سوريا وسوريا بالنسبة لروسيا هي يعني كاملة ضمن الحدود الدولية. روسيا تنظر إلى سوريا من خلال حدودها الدولية وليست من خلال أجزاء اللاذقية أو طرطوس أو إلى آخره. وما قامت به روسيا بتسليم المناطق التي تحتلها تركيا كان لأهداف ما في تلك الفترة وهي أنها حصلت على حلب والغوطة ودرعة وزبداني وحمص إلى آخره. الآن لم يبقى بيد أردوغان سوى إدلب ولذلك وإدلب تحكمها الآن جماعات الإرهابية التي توعدت الكرد أيضا. هذه الجماعات الإرهابية هي هدف مشروع حتى دوليا بالنسبة لروسيا والنظام السوري. يعني لن يستطيع أردوغان أن يقول لماذا هاجمتم فهو الذي سمح لتلك المجاميع الإرهابية أن تحكم سيطرتها على إدلب كي يقوم بوتين روسيا والنظام السوري بالتطبيق عليهم وإنهائهم في تلك المنطقة. لذلك أعتقد بأن وجود مسد أو وجود وفد من مسد في موسكو الآن هي للتباحث حول خريطة الطريق التي قدمتها الإدارة الذاتية يعني الإدارة الروسية كي تقوم بدور الوسيط بينهم وبين النظام السوري. وهناك بعض الأجواء الإيجابية حسب ما سمعت من داخل النظام السوري بقبول تلك الورقة أو بالحوار حولها وقبول أغلبية النقاط الواردة فيها. وهذا ما يعني بأن هدف أردوغان من الزيارة هو تخريب تلك المفاوضات وهذا باعتقادي ما لن يتم لأن أردوغان روسيا تستطيع أن تفهم بأن هدف أردوغان هو الاحتلال وليس يعني طيب خارج أستاذ حسين. الإرهابيين. نعم. وهناك نقطة مهمة أستاذ وعد. النقطة المهمة أن روسيا لا ترى لا في حزب العمال الكردستاني كما تدعي تركيا ولا في الاتحاد الديمقراطي أو اليابجي والقسد قوى إرهابية. روسيا تراهم
مقاومون روسيا لم تطلق عليهم أي يوم صفة الإرهاب. لهذا أعتقد بأن روسيا لن تسمح أو لن تتوافق مع الإدارة التركية أو مع أردوغان في سبيل أن يقوم أردوغان باحتلال ما تبقى من شمال شرق سوريا، وهذا سيكون صعبا بالنسبة له جدا، لأن المقاومة أيضا ستكون شديدة. نعم. وأعتقد بأن روسيا ستقوم بالتوافق بين النظام والإدارة الذاتية في سبيل عدم حصول ذلك، حتى لو كانت أمريكا والحلف الناتو جميعهم خلف تركيا. نعم، يعني فهمت من مجمل حديثك بأنه لو في حال تم قبول البنود العشر التي طرحتها الإدارة الذاتية كخارطة طريق، ويبدو كما أشرت حضرتك بأن هناك أجواء إيجابية، موضوع تقليص الهامش لدى التركي في الملف السوري. الآن روسيا لو صار بالفعل هناك اتفاق، ومن ضمن البنود اندماج القوتين العسكريتين، هنا أتحدث عن قوات النظام أو الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في هذه الجزئية، فصار من الأمر الطبيعي وأمر الواقع بالاتجاه نحو المناطق المحتلة من قبل الأتراك، وبالتالي دخول مواجهة عسكرية. وهناك من يقول بأن لدى الروس أو كان الروس هم السبب لدخول هذه القوات المحتلة التركية إلى الشمال السوري. نعم، يعني بالتأكيد ستحصل مواجهة إذا لم تخرج تركيا بمحض إرادتها أو من خلال المفاوضات، لأن المواجهة حتمية بين الجيش السوري الذي سيكون متكونا من يعني سيمثل سوريا كلها ما عدا الإرهابيين والجماعات المرتزقة المرتبطة بتركيا درع الفرات وما العميل. نعم، وأتلافهم العميل ما عدا هؤلاء سيكون هناك جيش سوري، هذا جيش مهمته الدفاع عن الأراضي السورية وتخليص المناطق المحتلة من الاحتلالات وفي مقدمتها الاحتلال التركي الذي يتمكن يوما بعد يوم بفضل عملائه ومرتزقته في عفرين والباب وأعزاز وجرابلس، المنطقة هذه التي يجب أن تتحرر حتى يكون للسوريين أو للمهاجرين أو للموجودين حتى على الأراضي التركية العودة من خلال الدولة السورية إلى مناطق سكنهم والاستقرار وإيجاد حل سلمي للمسألة السورية بشكل عام. نعم، ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر محلل سياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ومن ثم ندخل إلى ملف حلقتنا الثالثة.